من الرياض ينضم إلينا الشيخ محمد بن ناجي الشايف، عضو البرلمان وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام. أهلا بك شيخ معنا في هذه النشرة. حضرتك أحد الأعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام الذين يجرون مشاورات ولقاءات في الرياض. بداية أود أن أستفسر عن عدد القياديين وهويتهم، القياديين من الحزب المؤتمر الشعبي العام الذين يشاركون في هذه اللقاءات والمشاورات في الرياض. حياك الله وسهلا بك. نحن نتجاوز 12 شخصية من أعضاء اللجنة العامة الذي هو المكتب السياسي للمؤتمر، وهم في نفس الوقت أغلبهم أعضاء في البرلمان. نعم نعم، طيب. حولهم الزملاء اللي معنا. طيب شيخ، الآن في ضوء التطورات المتسارعة في اليمن يواجه حزب المؤتمر الشعبي تحديا كبيرا يتعلق بمصيره. أنتم كأعضاء في هذا المؤتمر، هل تقبلون البقاء مرتهنين لصالح الذي أصبح أو تحول إلى زعيم ميليشيا؟ نحن في المؤتمر الشعبي العام حزب مؤسسات، ولا نؤمن بشيء اسمه فردي. نحن حزب مؤسسات، لدينا مؤسساتنا وهي من تتخذ القرار بمصير المؤتمر اولا. ثانيا، المؤتمر الشعبي العام مؤتمر حزب متماسك ولا تؤثر عليه العواصف، ومثل ما قلت لك لا يدور اشخاص. نحن مؤسسات منتخبه من قواعد مؤتمريه تملا اليمن، وهو اكبر حزب في اليمن، حزب ليبرالي لا يؤمن بالتوحد بالسلطة. شاركنا السلطة وسنشارك السلطة، ونحن الآن برا السلطة. طيب، طالما أن حزب المؤتمر حزب ليبرالي، لماذا لم يكن موقفه حاسما من استمرار تحالف صالح الحوثي؟ المؤتمر الشعبي العام لم ولن يؤيد جماعة الحوثي في حربهم. المؤتمر الشعبي العام يوم بالديمقراطية، وكان بإمكان جماعة الحوثي أن تذهب إلى صناديق الاقتراع وتترك هذا الموضوع للشعب اليمني. نحن كنا في 2011 وأثناء الأزمة في 2011 تحالفوا الطرفان الذين يدعون بالإسلام الدين السياسي أو الإسلامي، الاخوان المسلمون والحوثيين، والان اختلفوا. ونحن نؤمن بالليبراليه وهي مصيرنا وهدفنا، ولن نحيد عنها ولن نرضى لاي شخص في المؤتمر بالتحالف مع اي تيار يضرب اليمن. طيب كيف نفسر هذا التحالف بين صالح والحوثي اذا؟ صالح الرئيس السابق لم يعلن هذا الكلام، لكنه ولو اعلنه ولو تحالف فنحن لسنا معه في هذا الشيء ابدا. ونحن مؤتمر الشعب الان معلن موقفنا، لن نكون مع جماعه الحوثي ولا غيرها في محاربه داخل اليمن. نحن نؤمن بالديمقراطيه ونؤمن بالصناديق فقط لا غير. طيب، هذه الحاله العبثيه التي تمارسها ميليشيات الحوثي وصالح ايضا في مؤسسات الدوله، ما موقفكم منها وكيف ستواجهونها ايضا؟ نحن ضد هذا العبث من كان، سواء من كان من جماعة الحوثي أو من تحالف معهم، أيا كان من كان يكون، نحن ضد هذا الكلام ونرفض هذا الكلام. ولهذا أيدنا عاصفة الحزم بأن تأتي إلى اليمن لتوقف هذا العبث وتوقف احتلال المؤسسات وتوقف أخذ البلد أو خطف البلد بمعنى أصح. طيب، الرئيس المخلوع صالح صدرت بحقه عقوبات دولية ومصيره العزل السياسي أيضا، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه قادة المؤتمر الشعبي العام في هذه المرحلة بالذات لإنقاذ الحزب؟ الحزب قلت لك موجود بقياداته وهيئاته، والحزب موجود ممثلا مثلا في نائب رئيس الحزب الدكتور احمد بندار الذي انتخبته اللجنه العامه، وقيادته موجوده وامانته موجوده العامه ولجنته العامه موجوده واللجنه الدائمه موجوده، والحزب موجود. قلت لك لا نتحكم فينا اشخاص ولا يسير الحزب اشخاص. طيب، ما الاجراءات التي ستتخذونها ضد هذه الاشخاص الذين يتفردون في قرار الحزب؟ لابد للمؤتمر الشعبي العام ان تعقد لجنتها الدائمه في صنعاء، في مقر الحزب في صنعاء، وتعيد النظر في مواقف الحزب السياسيه وما يتبع ذلك.
ماذا يعني هذا؟ هل سيتم عزل صالح من الحزب؟ قلت لك انا شخص في المؤتمر الشعبي العام ضد اي توجه في اي تحالف ايا كان، واذا كان صالح يريد التحالف مع الحوثيين فيذهب لنفسه او تحالف معهم، فهو مسؤول عن نفسه وليس مسؤول عن الحزب. الان ما هو موقفكم من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح؟ نحن ضد اي شخص يكون في الحزب او خارج الحزب ان يوقف مثلا ضد اليمن وضد مؤسسة اليمن. وقلت لك علي عبد الله صالح او الرئيس السابق بالله صح اذا تحالف او ينوي التحالف او ينوي الاستمرار مع الحوثيين فنحن لن نكون مع هذا الشخص ابدا. طيب اليوم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح دعا الى مبادرات والى الحوار بين الاطراف اليمنية، الى اي مدى يمكن التعويل على هذه الدعوات من قبل صالح؟ وأم هل هي محاولة منه للمراوغة والمناورة؟ المبادرة هي ممكن نقول عليها أنها جيدة لولا ثلاثة فقرات وردت فيها. الفقرة الأولى هو أنه يقول حوار يمني سعودي، وأنا أستغرب لهذا الفقرة، كيف حوار يمني سعودي؟ هل نتحاور نحن السعوديين علشان أنهم مستضيفين 3 مليون مغترب؟ هل نتحاور نحن والسعوديين والشقة السعوديين على اساس انهم قدموا لنا الدعم بالمليارات الدولارات للشعب اليمني واخرها الان موجود مليار دولار في البنك المركزي كوديعه، هل نتحاور على مقابل مشاريع؟ انا لا اعتقد ان هذا صحيح. الموضوع الثاني يقولوا قال في مبادره الحوار في جنيف، ونحن اعتقد ان هذا غير ما اعتقد انه شيء ممتاز. الشيء الطبيعي ان نتحاور في الرياض. طيب. وتحصل مجلس التعاون الخليجي. طيب هذا الموضوع الثالث اللي ورد، لحظه، الموضوع الثالث الذي ورد في المبادره وهو يقول العدوان، ونحن لا نقول العدوان، نحن حق عاصفه الحزم اتت بطلب يمني. طيب في حوار الرياض الذي تتحدث عنه، كيف سيحضر حزب المؤتمر الشعبي العام؟ من سيمثله؟ شوفي بالتاكيد نحن رحبنا بمؤتمر الرياض، لكن نخشى ان لا يحدث مثل ما حدث في مؤتمر الحوار في صنعاء. اذا لم يمثل المؤتمر الشعبي العام التمثيل الذي حسب قواعده في الميدان وحسب تواجده في البرلمان وحسب تواجده في مؤتمر في اكثر مؤتمرات وتواجده الشعبي والسياسي، فاعتقد انه سنترك المتحاورين يتحاوروا ونحن سنأيد ما يخرج به. نحن لن يمثلنا في مؤتمر الحوار، سيمثلنا نائب رئيس المؤتمر الذي هو الدكتور احمد بن عبيد من دغر، والقيادات التي تؤمن بالمؤتمر الشعبي العام هي من ستاتي الى الرياض وتتحاور. لكن اني اقول واكرر، لابد ان نكون في مستوى التمثيل، انا كحزب رائد حزب كبير له قواعده الكبيره. طيب الان اتساءل عن دعوات صالح للحوار، واللافت ايضا استمراره في استخدام المزيد من التعزيزات العسكريه والحشود العسكريه لاقتحام مناطق جديده، كيف يمكن تفسير هذه الثنائيه في المواقف؟ من يريد الحوار ايا كان عليه ان يترك البندقيه، والبندقيه في الاخير مهما استخدمها اي طرف كان سواء من يكون لابد له ان ياتي للحوار، والحوار هنا لابد هو الأول والأخير، حتى لو طالت الحرب فالحوار لابد منه. طيب اليوم ميليشيا الحوثي تريد أن تنحو بالحرب على اعتبار أنها حرب طائفية، الآن أتساءل عن موقف القبائل اليمنية من هذه المحاولات ومن التمدد الإيراني غير المباشر في اليمن. الطائفية في اليمن مرفوضة، ومن أتابها هما قلت لك الإسلام السياسي سواء الإسلام هذا أو الإسلام ذاك. نحن نرفض الطائفة بكل أشكالها، واليمنيين لا توجد عندهم الطائفة ولم توجدها إلا هذه الأشكال السياسية، الدين السياسي من أطراف عدة وبالذات من الحوثيين والإصلاح أو الخونسين. نحن نرفض هذا الكلام ونرفض أيا كان. والآن الحوثي إذا أراد أن يشعل حرب طائفية فلن يفتوي بها إلا هو وأتباعه. أما نحن في قبائل اليمن فنحن نعتبر أننا الشعب اليمني والشعب اليمني كله قبائل من طرفه إلى طرفه، وسيوقف مع اليمن ومع
صالح اليمن ومع نبذ الحرب في اليمن ونبذ العون. قلت لك من يريد أن يحكم هذا اليمن لا يمكن أن يحكم بلندقية، عليه أن يذهب إلى الصندوق في الأول والأخير. طيب، ولكن اليوم طالعتنا ميليشيات الحوثي برفضها لدعوات الحوار أو استمرار العملية السياسية، كيف تفسر هذا الرفض من قبل ميليشيات الحوثي؟ هذا يدل أن العقلية لا زالت لم يستوعبوا المستجدات الأخيرة وبالذات في الشهر السابق في اليمن. فأنا من هنا أقول سيفوت الأوان ولن يلقوا من يسمعهم أبدا. إذا كان الناس أو العالم يقول لهم مثلا وزير الخارجية الأمريكي يقول لهم آتوا إلى الحوار أو وغيره ومن الشقة في مجلس التعاون، غدا لن أحد يدعيهم ولن أحد يقول لهم اتركوا بلادكم. سيحاكمهم الشعب اليمني ولن يقبل الشعب اليمني بغير الحوار. لن أحد يأتي يقول لك أنا سأحاور في دي البندقية، هذا مرفوض. طيب، رفض الحوثي اليوم لهذه المبادرات والدعوات للحوار، هل هي برأيك مراوغة من قبلهم أم أنها بداية خلاف بينهم وبين صالح؟ والله أنا لا أقدر أن أفتي في هذا الموضوع، لكن إن كانت خلاف وإن كانت مراوغة فهو في الأول والأخير غباء سياسي. نعم، هل تعتقد أن لصالح دور مستقبلي في اليمن أم انتهى دوره كليا؟ أنا لست محل أن أقول هذا الدور حيكون لشخص فلان وعلان، هذا تحكمه الأيام ويحكمه المنظمات الدولية ويحكمها الحزب ويحكمها والشخص في الأخير. ما تقدريش تقولي هذا يصلح وهذا يصلح إلا من خلال مؤسسات، من خلال قضاء، من خلال غيره، من خلال أشياء كثيرة. نعم، شكرا جزيلا لك. كنت معنا من الرياض الشيخ محمد بن ناجي الشايف، عضو البرلمان وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي.